ثلاثية رفع الدولار جمركيا TVA والسحوبات من المصارف من شأن دخولها حيز التنفيذ دون توافر أرضية آمنة وثابتة سياسيا واقتصاديا، التسبب بمخاطر قد تتحول إلى صدمة اقتصادية سلبية. ومن الخبير الاقتصادي جاسم عجاء نطلع على التفاصيل. نقول إنه الأسبوع اللي جاي ممكن يشهد شوية خضة بهذا المجال، لأنه عندك أغلب الزنطة زيمون لثلاث أشياء: رفع الدولار الجمركي، رفع الدولار TVA، ورفع الدولار السحوبات من المصارف أو التعميم 151. نحن بنعتقد أنه هاو الثلاثية هاي ممكن تؤدي لرفع التضخم، وبالتالي بتأثر على الدولار بالسوق السوداء، يعني يمكن يرتفع نتيجة الأمر. السبب بكل بساطة لأنه التاجر يلي عم يقبض مني كاش رح يطلب ليرات أكتر، هاو الليرات مصرف لبنان بده يطبع لك إياهم تيعطيك إياهم، لأنه الليرات كمان مش موجودين، يعني ما صارت معناتها بدها تكبر الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، يعني معناتها قيمة الليرة مقابل الدولار بدها تنزل. لذلك هذه السياسة، هذه سياسة التعلي من كل الأماكن، بعتقد أنا أنه هذه سياسة خطرة بظل عدم الثبات السياسي، وحتى فينا نقول عدم الثبات الأمني. هلأ دخلنا بشيء بيسموه رفع التعرفة على الكهرباء، كمان هذه بدها أموال. لذلك أنا بعتقد السياسة الحكومية اليوم سياسة غير متكاملة، يعني كل واحد كل وزير عم بيغني على ليلى، وبالتالي الإجراءات اللي عم تطلع منا محسوبة شو ممكن يكون تداعياتها على الأرض. هلأ حتى نلخص بشكل بسيط للمشاهد، هذا الأمر رح يرتفع سعر الدولار، هيك بتترجم، لأنه هذا التخبيص مصبه بالأخير رح يكون بالدولار، بسعر الدولار بالسوق السوداء. لافتا كان عدم نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، فما هي الأسباب التي تؤخر النشر؟ المشكلة أنه آخر بند عطول بالموازنة بيبقى أنه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي ما طول ما نشر بالجريدة الرسمية ما بيقدروا يعملوا فيه شيء. هذا الأمر بعد ما نشر، هلأ نحن بنعرف أنه صار فيه إلى حد معين تدخلات مع حاكم المركزي من قبل السلطة السياسية لحتى أنه تروى شوي بعملية رفع دولار السحوبات المصرفية. هذا الأمر أغلب الظن ترافق من قبل الحكومة مع ضرب فريم من ناحية نشر الموازنة، لا لأنه في مخاطر معينة ممكن تتحول لصدمة اقتصادية، صدمة بالمعنى السلبي، مع هالثلاثية اللي هي رفع الدولار الجمركي، رفع الدولار المصرفي، ورفع الدولار TVA. أمام هذه المخاطر التي فندها المختصون، هل سيتم العمل بالثلاثية تلك المتعلقة برفع سعر صرف الدولار أم ستؤجل حتى تأمين الاستقرار السياسي والذي ينتج عنه ارتدادات اقتصادية واجتماعية وأمنية إيجابية؟